نسيت البرنامج يا ناصر. English, okay. لحظة لو سمحتي ما تقطعين، تعلم الأخلاق كمان. حلوة. قلتك حلوة يا حلوة. كوميدي مصري شهير. راح ناصر، يا اوعى عيونك يخرب بيتك شو صاير عليك؟ ما تطلع عليك، الله يبعدك عن طريق الشباب. Don't eat the microphone. بقول للجيل الجديد انه ما تخلوا اي شيء يوقفكم قدام احلامكم وطموحاتكم، وايد وحده ما بتزقف. انت ولا سويت لنا اي شيء، هذا اتعملتوا كنافه بتمط بس. الكنافه لحالها تالنت يعني، طعمه الكنافه يا خيي شو بدك الكنافه أكتر. كنافه والكنافه يا ناصر شو يا ما؟ انا برايي باقتراحي البسيط المتواضع، قوم اعمل معروف، كلف لي خاطرك، دوق الكنافه لحتى نشوف. حقوم مع ناصر نقول لكم نعم تعال ناصر، تعال ناكل كنافه. بسلم بالكعك، مطلع بالكعك. بدك تدوق، بدك تدوق. شو يا ناصر؟ طيبة اه؟ الطريقة اللبنانية. نسيت البرنامج يا ناصر. كنافة مرة طيبة، مرة طيبة. عايزين نصوت بس بطريقة أوبرالي. حلوة 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 حلوة، برافو. يلا ناس، أنا ما راح أقولها بالعربي. أيوة أقولها بالفرنسي. أيوة تفضل. شو اسمك؟ إما مفوض. دي عمرك؟ 13 سنة. أول مرة بتشاركي بهيك نوع من البرامج؟ لا بس كان عمري 2 سنين و8 شهور كمان. كانت بأرب سكوت تالنت، وأنت كنت كمان هونيكة. أنا كنت هونيكة؟ إيه. وأنت كنت هونيكة؟ شو قدمتي لنا بتتذكري؟ مع الكلب. اسمع من دون موسيقى، شو عم بتقله للكلب؟ جيلا بايير جيلا بايير بايير. أربعنا نتعرف عليكم. I'm sorry, I just speak English. English, okay. Okay. Where are you coming from? So we are from Colombia, but oh. Yeah, we live in the UK. العرض ده هو أكبر دليل إن أي علاقة عشان تنجح لازم يبقى الراجل شايل فيها الست فوق دماغه. من الآخر كده. يعني ده دي حاجة رمزية أكتر منها أي حاجة يعني.
اسمي احمد موسى عراقي اسمه جري وهذا الفريق الاربع مربو هنغاري بيحكي عربي برافو عليك انا مجري ولغتي ليست اللغه العربيه ابي مصري ولا شنكلة اتكافى العربيه قريب مني اريد ام اقدم فريقي انا عرب جيب اسمي وهذا عربي مارا وثانيا بعد وتقويم صداقات معها شكرا الشيء اللي فهمته انه ابوك مصري كل هالاطروحه فهمتها بس لا لا وان هو عايز يكون صداقات دي الحاجه الثانيه يعني العنوان واضح تفضل شي بفش الخلق طبعا ولا لا طبعا طبعا ولا لا تفضل اربعك اسم حضرتك ايه انا ساره بس مو اي ساره انا اول روبوت سعودي صنعوه بايدي سعوديه روبوت احنا بنعطي فرص للكل كل الاعمار كل الانواع حتى الروبوتس حقيقه شايف انه طلعه حلوه وجميله و طلعه حلوه بشرتها صافيه طلعتك حلوه يا حلوه شكرا جزيلا على كلماتك اللطيفه الله اكبر سمعتك يا ناصر سمعتك صراحه ما قدرنا اكتشفنا بالاول انه روبوت لا لحظه لو سمحتي ما تقطعيني تعلمي الاخلاق كمان يعني شو رايك بالاستاذ ناصر القصبي اعرف ناصر القصبي جيدا نعم. هو ممثل وكوميدي سعودي موهوب ومحبوب لدى الجمهور خلاص بعد اذنكم فيني روح شوفها عن قريب لا انتبهي تعظ حاسبي انا لا اثق في الكمبيوترات الحقيقه وكمان ليه يبقى عندنا ذكاء اصطناعي بما ان احنا عندنا غباء طبيعي يعني ليه المشكله اوعى هذا إلي هيدا مش إليك طيب اهلا وسهلا تعيش سلمي عليها نجوى مدي ايديكي كده مدي ايديكي ايوه بتمد بتمد نجوى كرم فعلا فنانه فعلا عم ترشيني بقول لك ماذا تعرفين عن باسم يوسف هو مقدم برامج وكوميدي مصري شهير والله يا اخي شيء احب ان انا اغير تصويتي لنعم